لو وصلنا لآخر محطاتنا الصباحية لليوم وبعد زلزال 6 شباط، طبعا موضوع الزلزال واحتمالية حدوثه أصبح حاجز عند كل الناس وبجميع خليني أقول مجالات الحياة. ما عاد هو الأمر محصور مثل ما كان سابقا بأروقة البحث والعلماء، ولكن أيضا أصبح الناس عندهم هاجس لمعرفة كيف ممكن خلينا نقول الوقاية من الزلزال في حال حدث، وشو هي التقنيات المستخدمة للتخفيف من آثار الزلازل. صحيح سلمى، وبالنهاية يعني العلم تطور وتقدم وتوصل لطرق بالبناء بتساعد على تخفيف وعدم انهيار هي الأبنية وبالتقنيات المستخدمة حديثا والطرق. أكيد رح نحكي عن كتير تفاصيل كيف نحن ممكن نتلاشى هي الأمور والانهيارات والخسائر المادية والبشرية، وشو هي التقنيات اللي استخدمت لحتى دي ممكن انه تنهي انهيار الابنيه بالزلازل والكوارث، ورح نعرف كمان اكثر وكثير تفاصيل. معنا اليوم الاستاذ طارق المعيوف، وهو اختصاص جيولوجي وجيوفيزيائي استكشاف وتنقيبي. سعد صباحك. صباحكم يا رب. اهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نحكي شوي اليوم هيك ولو مقدمه صغيره نبلش فيها مع حضرتك عن هذا المجال نفسه اللي نحن عم نعرف حضرتك فيه اللي هو جيوفيزيائي جيولوجي والاستكشاف والتنقيب، وبعدها ندخل لمحاور الحديث. تمام. اول شيء شكرا على الاستضافه الجميله. بالنسبه لعلم الزلازل او علم الجيولوجيا، نحن على كوكب، هذا الكوكب اللي بيبين بالخرائط وصور الاقمار الصناعيه، كوكب الازرق والاخضر الجميل، هو بحقيقته كوكب مرعب، فيه أسرار كتير كبيرة، فيه خيرات كتير كبيرة، الذهب والألماس والمعادن كلها هي بتطلع من باطن الأرض، بالإضافة لبعض الظواهر اللي فينا نسميها نحن بالنسبة لنا كبشر هي تعتبر كوارث بسبب البناء، هي كظواهر كزلازل وبراكين وانهيارات هي ظواهر طبيعية. نحن على كوكب يعمل وفق منظومة خاصة فيه، ونحن ضيوف على هذا الكوكب، نحن بدنا نتأقلم مع طريقة عمله. الزلازل والبراكين هي تعبير عن حياة هذا الكوكب، هي حركات بالنسبة له طبيعية، أما نحن لما بدنا نكون سكان لهذا الكوكب وضيوف عليه بدنا نتأقلم بطريقتنا. نحن بنعيش بمنازل وبنعمل بشركات ومقرات، هي الأبنية لازم تكون معدة ومجهزة في حال حصول حركة طبيعية لهذا الكوكب نكون جاهزين إلى نحن. يعني اللي بخصنا بموضوع الزلازل هو طريقة معيشتنا نحن، نحن بدنا نبني بحيث أنه لما تحصل الهزة البناء تبعنا يتجاوب ويتحرك بطريقة يمتص الصدمة وما ينهار علينا. في دول توصلت لبعض الطرق، منا اليابان منا تشيلي، ينبغي ويجب على الجهات المعنية هون عنا، نقابة المهندسين الأشخاص والصناعيين ورجال الأعمال والمقاولين شركات الإنشاءات والهندسية، أنه تأخذ بعين الاعتبار هاي الطرق. مثلا مثل لما صار عنا بزلزال 6 شباط، قدر زلزالي كبير 7.8، للأسف كان عدد الضحايا 51,000، الخسائر المادية أكثر وبتتجاوز 100 مليار دولار. نحن لو مستثمرين هي المبالغ ببنية تحتية وبأبنية مصممة ومشادة بطريقة صحيحة سليمة، كنا تلافينا هاي الخسائر، وكنا ما حصلت هاي الخسائر والضحايا البشرية من الأقارب والأصدقاء والمعارف. هلا في عنا من إحدى الطرق المتبعة حاليا بتشيلي وباليابان طريقة عزل القواعد. عزل القواعد على نفس مبدأ نظام التعليق أو السسبنشن بالسيارات، اللي هي نوابض بتخلي العجلات تتجاوب مع المطبات أو الحفر، أو تعزل بدن السيارة عن تضاريس الطريق. بنفس الطريقة نحن فينا نصمم أبنية تتجاوب مع الهزة الأرضية اللي حصلت، نظام التعليق اللي بيكون تحت القواعد
على شكل نوابض كبيرة رافعة على البناء، وهي اللي بتتحرك خلال الهزة فقط. البناء سيهتز بشكل بسيط لكنه لن يؤدي إلى دماره. في عنا نظام الأوتاد، في عنا أنظمة جدران القص، في عنا جدرة، عنا فكرة الأذرع المساندة والمساعدة اللي هي بتكون على شكل مائل بالطوابق الأرضية أو بالقبو، يعني يكفي طابقين أو ثلاثة يكون فيها هاي الأذرع اللي بتمسك القواعد مع سقف هذا الطابق، يليه الطابق الأعلى يليه الطابق الأعلى. هي يعني بعض الطرق اللي توصلت لها الدول اللي نظام حياتها زلزال يومي مثل تشيلي مثل اليابان. هاي بالنسبة ل خلينا أستاذ نتعرف على الأمور المتعلقة بجيولوجيا الأرض يلي لازم على المهندس المدني ياخدها بعين الاعتبار وقت بده ينفذ أي تصميم أو أي بناء أو أي إنشاء. تمام. هلأ كعملية بناء نحن عم نحصل على المنتج النهائي اللي هو البناء المعد للسكن أو كمقر لشركة أو مصنع أو غيره. أي شيء بهذا العالم هو عبارة عن operation، هو عملية فيها input فيها output. في بعض العلوم اللي هي المختصة بنفس اللحظة هي اللي عم مثلا بحالة البناء الهندسة المدنية تشييد العمارة، لكن في بعض العلوم والفرق الهندسية الداعمة قبل بتقدم معلومات معطيات للمهندس المدني الإنشائي تعطيه بارامترات على أساسه هو عم يصمم. يعني مثلا في عنا مما يجب أخذه بعين الاعتبار الجيولوجيا المحلية تحت البناء تماما نحصل عليها ببساطة بتقرير التربة. يعني كيف يعني شو لازم تكون التربة؟ التربة بيحصل عملية فحص للتربة، هل هي مفككة، هل هي حصوية، هل هي رمال كوارتزية، إذا فيها ملح لازم يأخذ بعين الاعتبار، مثلا إذا فيها أملاح بعض أنواع الترب والطبقات فيها ملح. أين منهم بتكون خطيرة أستاذ؟ إنه ما لازم الواحد يعمل أبنية عليها؟ الطبقات الملحية أحيانا قد تكون سبب بانهيار المبنى فيما بعد. الملح بيمتص الماء بظاهرة الانتباج، يعني في حال حصلت أمطار حامضية أو فيضانات ممكن تتشربها الطبقات فيما بعد بظاهرة الانتباج، بيحصل امتصاص لهي المياه فتتضخم الطبقات بتؤدي لميلان وانهيار لاحق ممكن في البناء. هاي المعلومات بيقدمها الجيولوجي للمهندس المدني. المهندس المدني ممكن ما يكون محيط وبعلم الجيولوجيا بحكم دراسته، هو متفرغ أكثر للخرسانة والحديد والنسب والحسابات والتصميم والحسابات. الأمور المتعلقة تحت البناء والمنطقة لوكال محلياً وعلى مستوى أقليمي هون لازم يحصل التكامل بين فرق جيولوجية بين فرق هندسي. اللي بيضمن هالشيء هو الشركة الهندسية أو المقاول، لازم يطلب دعم من كل أصحاب هاي الاختصاصات. في عنا بعض المظاهر اللي ممكن يغفل عنا المهندس المدني، ممكن يبني على طبقات كلسية، الطبقات الكلسية مع الأمطار الحامضية أو في حال حصول فيضانات أو تسرب مياه جوفية لهي الطبقات راح تؤدي فيما بعد على مدى سنين، طبعا ما عم نحكي عن أيام وأشهر، لشيء اسمه تكهف كارستي، بينزل البناء مثل ما هو محليا بدون زلزال بدون هزة. لازم يأخذ بعين الاعتبار بنية المنطقة. يعني مثلا في بعض المدن أصلا هي كانت على ضفاف أنهار، هي تركيبة بيكون مفكك بتأدي لظاهرة في حال لا سمح الله حصلت هزة خفيفة، لظاهرة اسمها ظاهرة الطنين اللي هي تضخيم للإشارة. يعني لو ورد زلزال أو هزة خفيفة ممكن تكون بعيدة 5 درجات، المنطقة هي المفككة ستتصرف كما لو كانت تعرضت لزلزال قوته 7 مثلا. فكل هالأمور هي لازم تأخذ بعين الاعتبار. مثل ما قلت لك لازم يكون في تكامل بين الجيولوجيين والمهندسين المدنيين وخاصة
المهندس الإنشائي. أكيد، يعني اليوم أخذنا هيك فكرة بسيطة عن أهمية هذا الموضوع، وخصوصاً بعد ما حكينا ببداية حديثنا عن أنه زلزال خلى الناس كلها تهتم وتعرف تفاصيل عن جيولوجيا الأرض وطبيعة الأرض، وليس فقط مراكز البحوث اللي يقتصر. أصبح شأن عام. صحيح، أصبح شأن عام طبعاً. صحيح. بالختام نتشكرك وشكراً لوجودك معنا. شكراً لكم. شكراً. شكراً لوجودك معنا أستاذ، وعلى كل المعلومات اللي أفدتنا فيها، يعني صرنا ملمين بمعلومات كتير، وصرنا تقريباً نعرف كل شيء عن حول هاي الأحداث والكوارث اللي عم تصير. كنت معنا اليوم الأستاذ طارق المعيوف، أهلا وسهلا. شكراً لكم. نتمنى السلامة للجميع. شكراً لكم. أكيد. شكراً لك.